رحب فيكم اليوم في أريدو للإعلان عن دخول أريدو كشريك اتصالات حصري وراعي جائزة شرطة السلفة، والذي يقام ضمن مهرجان سيف سمو الأمير مفدح رضى الله ورعاه للفروسية. أنا سعيد بهذه الشراكة مع مؤسسة رائدة مثل أريدو، شركة اتصالات الرائدة في قطر، وأؤكد الجميع إن شاء الله حرصنا على تطوير هذه العلاقة وتطوير هذه الشراكة.